ام سيكافح الزمان لكي اثبات وجوده، خصوصا انه يعلم ان الفريق الذي يلاقيه هو كله من الناشئين 19 و 21 سنه. ده الكفاح اللي هنشوفه على مدى 90 دقيقه او اكثر من 90 دقيقه اذا تعادل الفريقين، هيبقى في وقت اضافي. رمي التماس للنادي الاهلي. بدر رجب طويله الان جنب وراه بعد مضي حوالي 3 دقائق. الجول الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق بيجيبه اللاعب رقم 13 حماده مرزوق. 3 دقائق حماده مرزوق بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي. حماده مرزوق بعد مضي 3 دقائق. فاروق جعفر مباراة بداية سريعة، واحنا شفنا الجول الأول للنادي الأهلي. اللي جاب الجول محمد عبد العزيز النادي الأهلي هو اللي جاب الجول الأول. الجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد ما جاي دقيقة 4 بيجي جول التعادل. هنشوف جول النادي الاهلي اهو مع بعض تاني جامدة. حمادة مرزوق اللي جاب الجول اللاعب رقم 13، وادي الزمالك بيجيب هدف التعادل، ويبقى 1-1 في 4 دقايق. بداية سريعة زي ما قلت لحضراتكم من الفريقين. ضربة ركنية للنادي الاهلي 10 دقايق على حراس فاروق جعفر، هدف التعادل للزمالك بعد 4 دقايق. ضربة ركنية هيلعبها بدر رجب. بدر رجب عالية وتفوت وتلعب جامدة تحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكرة مرة ثانية، محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. محمد السيد قاعد في الارض، شايفين اللي هو في وسط زملائه بعد مضي حوالي 11 دقيقة. 11 دقيقة بيجيب محمد السيد الجول الثاني للنادي الاهلي، وتصبح النتيجة تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مرة ثانية بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. 20 دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة دور الثمانية لكأس مصر، وما زال النادي الاهلي متقدما 2-1. احرز اهداف النادي الاهلي حمادة مرزوق في الدقيقة 3 من بداية الشوط الأول، محمد سيد في الدقيقة 11 من الشوط الثاني. هدف الزمالك احرزه فاروق جعفر بعد مضي 4 دقائق من بداية الشوط الأول. بدر حامد عليها بيطلع ضياء وبيلعبها يمشي يلعبها بالعالية وكرشي بيحطها جوه الجول. كوارشي بيحطها جوه الجول، بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك، وتصبح النتيجة 2-2. بدأ الوقت الإضافي الأول اللي هو نقدر نقول عليه الشوط الثالث. محمد صلاح، محمد حلمي، هشام يكن تاخدها بد لعبها اماميه بيجري بيها بسرعه بيستنى وبيمشي لعبها عاليه حط جوه الجول. يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي. اجواء جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول اجوال حلوه بنشوفها النهارده، وبيجري بيخش مرة تانية. طارق خليل، طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي بعد مضي علي خليل لاعب زمالك. هنشوف دلوقتي الجول اللي جه عالية
وبيحطها على شمال ناصر. بيمشي كرشي قدام محمد زيد بيلعبها اماميه طويله. وفي كمله متتاليه متتابعه سريعه. شفنا الجول الاول لنادي الاهلي بيجيبه حماده مرزوق بعد 3 دقائق، بعد دقيقه واحده بيجيب فاروق جعفر هدف التعادل للزمالك في الدقيقه 4. صفر ضربه جزاء. احمد شوبير واقف فاروق جعفر. فاروق جعفر بيمسكها احمد شوبير. احمد شوبير